هيا نسافر سويا في جميع ربوع البلاد لنوثق إليكم كل شيء من أرض الواقع، فنصول ونبيل معكم ليصلكم كل جديد، لنكتشف سويا جمال بلادنا ونوثق حياة أهلها ونستمع إليهم ونروي إليكم رسالتهم كما شاهدناها من الواقع. نتحدث إليهم أعمالهم حياتهم قصصهم الواقعية. فقط قبل البدء معنا يسعدنا اشتراككم معنا في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. فلنستمع. رحلتنا النهاردة لسوق كريستال والنجف. يلا نتعرف سويا على أحدث أشكال الكريستال والنجف وأحدث الأسعار وآخر موديلات في هذا المجال. فلنستمع. معاكم المحل سالس برين. تسلم يا سيد الناس، تسلم ايدك. واصغر صانع كريستال في مصر معلم محمد حبيبي. حبيبي يا سيد الناس. صلاة النبي. وعم مجدي. صلاة النبي. صلاة حبيبي يا عم مجدي. مبروك عليكم. الله يبارك فيك. مبروك عليكم. حبيبي يا محمد. الله يبارك فيك يا عم مجدي. الله يخليك. خدامك حبيبي يا سيد الناس. الله يكرمك. ومعانا الاستاذ كريم النهارده عرفنا على اخر الاسعار والمستجدات في سوق كريستال وفي سوق النجف في اسكندريه. اتفضل يا استاذ كريم. انت عايز باشا؟ بص يا باشا، في حاجات زي كده كريستال تمام، ده ثلاثيات تمام، ثلاثي من دي بتعمل 500. تمام. في حاجه كده، في حاجه كده بتعمل 450. تمام. في حاجات كده ده يعني زي المصري كده. تمام. ده بيعمل 315. تمام. في برضه حاجات زجاجيات كده تمام، دي عامله 350. تمام. في حاجات كده برضه شغل مستورد، الشغل ده خلي بالك حلو قوي. احدث الموديلات العسكريه. احدث الموديلات، بص في حاجه زي كده، ثلاثيه. تمام. دي حاجات الموديلات دي خلي بالك جديده جدا وشغاله معايا. تمام. كويس. تمام. بص في حاجات زي كده، ده الحاجات دي برمود. طبعا كريستال بيبقى له موسم عسكري كده، الاثنين مع بعض. والنجف بيبقى له موسم. طبعا. تمام. موسمه يعني بص الكريستال دايما بيبقى في الصيف، في الايام اللي احنا داخلين فيها دي. تمام. لحد بدايه الشتاء. تمام. يبدا بقى الشتاء، بقى شغل الشتاء كله بيبقى لد كده. تمام. يبقى الحاجات اللي هي اللي فوق دي، اللي هي الحاجات اللي زي كده. تمام. الحاجات اللي زي كده تمام، وفي الحاجات اللي هي اللي زي كده اللي هي اللي جوه. تمام. في برضو الشغل ده برضو خلي بالك يعني جديد على فكره، برضو لو تيجي برضو بالكاميرا هنا برضو الشغل ده. تمام. يعني لسه برضو ده جديد، برضو انا لسه معلقه الشغل ده على فكره. تمام. ما شاء الله عليكم. حضرتك تقول اسم المحل والعنوان علشان عرايسنا اللي هم عايزين ايه. بص يا باشا، ده شارع السبع بنات. تمام. ده حمام الورشه. تمام. ربنا يوسع عليكم يا استاذ كريم، ولقاء سعيد باذن الله. باذن الله يا استاذ كريم، وربنا يوفقك. ربنا يعينك. ودي كانت رحلتنا النهاردة. إذا عجبتكم الرحلة ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. طبتم في أمان الله.